حقيقة احنا بداية نشكر موقف أهالي نينوى وهذه الوقفة المشرفة لجمع التبرعات لشراء أجهزة تساعد مرضى الكورونا على التنفس، فقد وصل المبلغ النهائي 143.5 مليون. وأوقفنا حملة التبرع للأجهزة حيث أن اللجنة المختصة قالت نكتفي بهذا، الأجهزة إن شاء الله تكفي مستشفيات الموصل. لكن هناك إخواني وأحبابي وأهلي في نينوى، هناك مرضى خاصة مرضى أهل الكلى. هؤلاء المرضى يحتاجون إلى عمليات زرع كلى مبالغ باهظة. والآن بدأنا بالتبرع جمع التبرعات للمريض علي الآلوسي، فقد وصل المبلغ لحد الآن 26 مليون. المطلوب أجرة العملية تكلف 40 أو أكثر من 40 مليون، فإحنا باقين هسه لإكمال هذا المبلغ. ندعوكم يا أهلنا في نينوى، أنتم أهل موقف، مواقفكم مشرفة، ندعوكم لإنقاذ هذا الرجل. هذا الرجل خريج كلية ما متعين، حاليا هو في البيت جالس ينتظر تكملة المبلغ لإجراء هذه العملية، وأنتم أهل خير وأهل سبق، فندعوكم إخواني وأهلي للتبرع له. وهناك عمليات أخرى لم نتوقف لجمع التبرعات لعلاج المرضى الذين لا يجدون أجرة العلاج أو أجرة العملية. اي نعم، من خارج العراق ايضا جاءت تجينا مبالغ، والحمد لله. يعني هم من اهل نينوى بس هم خارج المحافظه، من دهوك، من حتى من دول خارج ايضا جت مبالغ.